رحمة الله تعالى وبركاته متابعين ومتابعات قناتكم قناة المختلف للشروحات. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي درس جديد. درسنا اليوم بحول الله سوف يكون عن طريق حذف الرسائل المرسلة عن طريق الفيسبوك، كيفية إظهارها، كيفية حذفها، وإلى ما ذلك الكثير. يعني من إرسال رسائل ألف يعني لأشخاص غرباء في الفيسبوك ثم ينساها إلى ثم يتذكر ذلك ولكن لا يتذكر الاسم الذي أرسل إليه، لذلك يضطر إلى البحث من جديد عن ذلك الشخص، ربما لا يجده لأنه قد أرسل الكثير من الرسائل. لذلك بحول الله برابط قصير فقط سوف تستطيع يعني إيجاد كل الأشخاص الذين أرسلت إليهم رسائل عبر الفيسبوك ومن ثم حذفها بطريقة سهلة وبسيطة. ما عليك متابعة الفيديو للأخير لتمكن من ذلك. لكن يا عزيزي، إن كانت زيارتك الأولى في قناتي أدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيك كل ما هو جديد. تابعونا لنرى الطريقة معا. أحبتي، كل ما عليك فقط هو التوجه إلى محرك البحث الخاص بكم، يفضل استعمال جوجل كروم، فأنا أستعمل جوجل كروم لذلك أنصح به. ثم نتوجه إليه ونسجل الدخول إلى الحساب الخاص بنا على الفيسبوك، ومن ثم نتوجه إلى أسفل الفيديو في الوصف، سوف تجد رابط. كل ما عليك فقط هو نسخه وإلصاقه هنا في محرك البحث، ثم تضغط على البحث، ثم يظهر عليك جميع الطلبات الصادقة التي قمت بإرسالها للأشخاص عبر الفيسبوك، وبالتالي يمكنك الإلغاء بالضغط على إلغاء 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 وإلى ما ذلك من إلغاء للطلبات المعلقة والتي لم يوافقوا عليها ولم يصبحوا أصدقائي. كان درسنا اليوم، إن أعجبك الفيديو أخي أو أختي لا تنسى الإعجاب ومشاركتي لباقي أصدقائك لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس لاحق بحول الله.